عبر الهاتف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن. صباح الخير معالي الوزير. صباح النور وتعازينا لعائلات الضحايا الشهداء المفقودين للمصابين الجرحى واللي متألمين بالحروق البالغة المصابين فيها، وإن شاء الله ما يكون عندنا مفقودين لأنه كمان بعده جاري مثل ما عم نسمع جاري البحث احتمال يكون في مفقودين. نعم دكتور، يعني الواقع الاستشفائي هو اللي حضرتك عم تطلق الصرخة حوله. نعلم بأنه واقعنا الاستشفائي هو واقع سيء من دون ما يكون علينا كوارث، فكيف إذا في عنا كارثة من هذا الحجم وخصوصا بأنه بدأ علاج متخصص؟ يعني الحروق الجسدية وخصوصا إن كانت خطيرة جدا بدأ نوع من العلاج المتخصص، فحضرتك نشدت وقلت بأنه نحن بحاجة إلى إجلاء عدد من الجرحى إلى خارج لبنان، هل هذا الأمر صحيح ولا إلى خارج لبنان؟ حقيقة في ألو نعم ألو. معالي الوزير حضرتك على الهواء. يعني كنا بنعرف الواقع الاستشفائي نتيجة الأزمة الاقتصادية والتحويلات المالية الخجولة اللي عم بتأثر على الشح بالمستلزمات والأدوية وغيره. حتى إذا بدي نروح على المحروقات ومناشدة بعض الأطباء لإلي فجرا أنه يعني بس بدنا بنزين نوصل على مستشفياتنا للأسف الشديد. هذا بميل، بس الأهم اللي بدي أقوله أنه قدرة المستشفيات خاصة مع ارتفاع أعداد كورونا والإصابات بغرف العناية الفائقة تستدعي، يعني بنعرف حالات الحروق تستدعي إلى مش بس هي عناية ولكن كمان مراكز متخصصة في الحروق. عندنا مستشفى السلام طرابلس، عندنا مستشفى الجعيتاوي، وعندنا إن شاء الله بركي بهالمصيبة اللي نحن فيها نقدر نفتتح المستشفى التركي صيدا لأنه هو متخصص حروق وحوادث. ولكن هلا حاجة أو قدرة المستشفيات لاستيعاب الحالات الحرجة أكثر من الحالات، قدرتنا مش قدرانين. فوحدة من النداء اللي ممكن نطلقه لأنه توجهونا بالسؤال، نعم نحن مع إذا بتتقدم لنا أي فرصة هلا لإخلاء الحروق الجرحى المصابين بحروق بالغة واللي عددهم 14، في عندنا نسبة بعتقد 7 بحدود 70 إلى 80% نسبة الإصابة الحريق بجسمهم، وحوالي 56% نسبة الحروق. يمكن هاد بيكون فرصة أنه نقدر الإخلاء السريع لهم، الإجلاء السريع لهم إلى مراكز متخصصة بدول مجاورة، بدول قادرة تساعد، دول شقيقة وصديقة. بيكون بعتقد هاي أنه عم بتساهم بإنقاذ أرواح هؤلاء المصابين بحروق بالغة. نعم معالي الوزير، بالنسبة للأرقام يعني اللي وصلتك آخر الأرقام بالنسبة لعدد الضحايا وأيضا بالنسبة لعدد الجرحى، ما هو الرقم؟ نعم إذا قلت أنا هني هاو 22 ضحية شهيد لقمة العيش أو شهداء لقمة العيش والسعي لتأمين القوت وأدنى متطلبات الحياة هاو شهداء 22، 29 جريح موزعين على مستشفيات المنطقة خاصة مستشفى حلب الحكومي، لقبيات، طرابلس الحكومي، مستشفى اليوسف، ومستشفى السلام بشكل أساسي لأنه متخصص للحروق، ومستشفى الجعيتاوي. وأنا من الصبح عممنا أنه أكيد بنتساءل بنقول على نفقة وزارة الصحة، طبيعي يكون هيك، بس الأهم أنه كمان عم نوجه نداء للجمعيات اللي ممكن يكون عندها بعد
من مخزون اللي إجا بعد انفجار المشؤوم بانفجار المرفأ 4 آب، وصل كتير معدات ومستلزمات للحروق والجروح البالغة. إذا كان بعد في بمخزون للجمعيات الأهلية اللي استلموا الطبية أنه يبازروا، نحن فتحنا مستودعات الوزارة من الصبح باكرا. شو في عنا؟ أدوية مضادات حيوية، أنتيبيوتكس، يكون عنا أنتي إنفلاماتوري، أنتي إنفلاميشن، الأنالجيزي، كل شيء للحروق، ضمامات وغيره ومستلزمات رح تقدم للمستشفيات الحكومية والخاصة أكيد مجانا. وكمان بدنا نقول انه بعض الشركات من الصبح تواصلوا معنا مشكورين عن بيقدموا ألبومين، لانه كمان ألبومين بالحروق كثير بينعاد، وانتيبيوتكس وغيرهم. اذا الدعوه موجهه للمساعده، اكان في الاجلاء وبعض او اخلاءهم بعض الحالات المتقدمه والخطيره الى مستشفيات متخصصة في دول الصديقة والشقيقة، إذا كان في مستشفيات عندها قدرة تساعد مستشفيات بأخصائيين نتوجه للهيئة العليا للإغاثة كمان للمبادرة وتأمين المستلزمات، التنقل، الانتقال، الكهرباء، الأكسجين. يعني توصيف الحالة قد ما هو معقد بده مشاركة من الكل، من كل الأيادي البيضاء، من كل حدا بحب يعمل خير، لأنه فعلا صار فينا نقول بجوز علينا الشفقة. نعم نعم، للأسف. للأسف معالي الوزير، يعني تتوالى البيانات من قبل السياسيين نتيجة الذي حصل، يعني يتضامنون، يتأسفون، يتباكون، اوكي مشاعرهم حرين فيها، ولكن يعني خليني بس اخذك الى الجزء الانساني السياسي. يعني الا يحصل كل ما يحصل لهذا المواطن اللبناني جراء سياساتهم، جراء تقاعسهم، جراء التاخر بتشكيل حكومه، جراء التاخر بحل ازمات اللبنانيين؟ قد ايه بعد بيحتمل اللبناني يا معالي الوزير؟ يعني انا معك بانه فعلا هي المشكله. خلينا نقول انه هي مشكله منا وليده الساعه، هي مشكله انا وصفتها امبارحه بكلمتين، انه انا متعجب انه كيف لهلا، عفوا من كلمتي، كيف لهلا منهار البلد. نعم، كيف هلا منهار البلد؟ بقول إرادة لبناني، بدي أتغنى، بدي أقول أنه تضافر جهود، بدي أقول، ولكن اللي أنا عم شوفه وبلشت ألمسه وبلشت أتبعه بضمن وزارتي من صفقات، من عدم رحمة، من قديش في عنا الإتشار يتقدم على كل ما سواه من اهتمام بصحة المواطن. وقتها اجينا فرصه للشراء المباشر، شفنا قديش صار في اصطفافات ضدنا للاسف الشديد، قديش صار في معلشي لو انه هلا مش وقتها، قديش صار في تجرؤ علينا انه بدهم يجيبوا يفتحوا. يعني انا اعطيت مثل وكنت عندكم على النيو تي في، وقتها بيكون في دواء حقه 10 دولار بنشتريه هلا وصاروا بينشرى على 20 سنه ب 50 دولار عم بينشرى. كيف البلد بعده مهدي لهلا؟ نعم. اذا عم اقول بس بدواء، كيف بالمستلزمات، كيف بالاقتصاد، كيف بالسلع الغذائيه؟ هذا المخزون اللي انا ما بدي استبق اي تحقيق، بدي اقول انه اللي عم نشوفه بالمحطات، بالمستودعات الادويه المخبيه، بالصيدليات المخبيه، بالمستوردين، حتى هلا بالدواء نطروا لحتى رفعنا التسعيرة على الأشياء اللي بطلب من الحاكم قصمناهم مدعوم وغير مدعوم، حتى المدعوم بعده مخبى والغير مدعوم على هواهم. للأسف يجب أن نتحلى بكل القيم التي نتغنى بها، ما بيضل أنه نحن نتغنى نحن اللبناني، لا يا حبيبي، انزل على الأرض شوف كيف أنت خليت أخوك اللبناني، لوين وصلت أخوك اللبناني بالاستئثار، بالاغتنام، بالإتجار، خارج كل الضوابط الدينية والأخلاقية والإنسانية، لخليت أنه بشكل أو بآخر تصير مثل هيك كوارث عندنا ومجازر.
بدءا من حبه الطحين وحبه السكر وحبه الدواء الى تانكه البنزين والمازوت وغيره. نعم. انا مش عم بقول نحن كلنا عم نشوف معالي الوزير. نحن هلا كمان بهالاثناء مشاهد وصور جديده من داخل المستشفيات، هلا من داخل مستشفى السلام. يعني ما بعرف اذا حضرتك قدام التلفزيون او بعرف انك عم بتتابع، لان يلي عم بيصير يعني المشاهد مخيفه، يعني مشاهد الجرحى مؤلمة جدا جدا جدا. المصابين بالحروق كيف عم بيلفون، كيف أجسامهم، كيف مش عم بيقدروا يمشوا، مشاهد مخيفة يا معالي الوزير اللي عم نشوفها هلا. يعني مع تقدم الساعات بتبلش الكارثة، حجم المأساة والكارثة 100%. المشاهد مريعة. انه اوقات على هول اي حادثة بتصير وفاجعة وكارثة بصير في طلب نجدي وإغاثي وطلب للمساعدة. أنا بدي أقول نحن هلأ مش عم نتباكى، نحن هلأ مش عم نكذب، نحن هلأ لكل اللي عم يسمعونا نحن بحاجة إذا لكل شيء، بحاجة لوقف الضمير من كل حدا. إذا نادينا هذا الضمير يجاوب، كل حدا بعده مخبي شيء، افتحوا محطاتكم للأطقم الطبية، افتحوا محطاتكم لمازوت لحتى يقدر هالمستشفيات تضل تدور هالمتار بظل انقطاع الكهرباء اللي هي مسؤولية الدولة. افتحوا مستودعات المستوردين، اعطوه دواء. حرام، ما بيسوى يضلنا. ليش بدكم تنطروا؟ بدنا نضلنا ناطرين بعضنا على المفرق، ليش بدنا نضلنا نتذاكى على بعضنا؟ كلنا بنعرف ما في اليوم قدرة رقابية تخلق بظرف بفترة زمنية قياسية تقدر تصلح اعوجاج عمره 30 و40 سنة. انتهى اليوم المادي، لازم تسقط من حسابات كل واحد. اليوم انقاذ الروح ومساعدة الانسان واجب واخلاق ورسالة، وهي انا برأيي امتحان القيام اللي سقطت للأسف بكل أبعادها. 100%، معك حق معالي الوزير. هيدي بالنسبة للكارتلات، يعني هون كارتلات النفط، كارتلات الأدوية، أنهم يفتحوا بقى مستودعاتهم ومخازنهم كرمال يسيسروا أمور المواطن، ولكن كمان على السياسيين القادة المتحكمين بالبلد كمان بأنهم يفتحوا ضميرهم. وبالتالي أنا بدي أسأل السؤال، عم نقول على السياسيين مضبوط وعم نقول على الكارتلات، بس هل يجوز مع الشيء لو قلنا كل عبر الإعلام، بس هل يجوز أنه بكل خطة بكل خطوة بكل إجراء بده ينعمل لحتى تحارب؟ يا أخي ما بدك تحارب، بدك تصحح الإعوجاج القائم، أنه يواكبك إعلام، بعض الإعلام المضلل من عندي. بقول أنا بدي برجع بقول استيراد متوازي. ليش؟ لانه لقيت قديش في ارتكاب بحق المواطن باسعار الادويه والمستلزمات. عملنا قانون تسعير المستلزمات خوته، جينا بلشنا ندق بالدواء قامت القيامه. صاروا للاسف صار المواطن بيمشي بالدعايه والاعلام، بعض الاعلام المضلل بس لضد مصلحته. يعني عم نقول له يا اخي نحن بدنا نجيب الدواء، صار انه الدواء مدري شو مصدره مجهول وبده يقتلنا حمد حسن. خلينا نصفي النوايا، خلينا كل ما نحن اليوم عم نروح خطوة لقدام. هاي فرصة، أنا بقول آخر شيء فرصة تاريخية اللي عم يمرق فيه لبنان لتصحيح كل الاعوجاج وكل الغلط القائم وكل السياسات الاقتصادية وكل كان هذا الاتجار الغير شرعي والحرام اللي عم بصير بحق الناس. كنا عايشين بوهم، بدنا ننزل على أرض الواقع، بدنا نقول لازم هاي الضوابط تنحط من أعلى الهرم إلى أسفله لحتى فعلا نكون عم نحاول نرجع نرمم بوطن نقدر نعيش فيه. نعم معالي الوزير، شكرا لك. دكتور حمد حسن، وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال.